يعني شفنا التقرير مشاهدينا، نعم واليوم راح تكون معنا المشرفة التربوية في وزارة التربية والتعليم الست نادية الخوالد لنحكي أكثر عن هذا الموضوع. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك معنا اليوم. جميل وشاكرة لكم استضافتي في مثل هذا الوقت الذي يتزامن مع العطلة الصيفية. لأطفالنا بحاجة لنقدم لهم الدعم ومواصلة التعلم لهم أثناء العطلة الصيفية. نعم ست نادية، أسعد الله صباحكم. الله يسعد صباحك ست نادية. اليوم شاهدنا مع بعض التقرير اللي طلع من شوي، في مجال تشرحي لنا أكثر عن العملية اللي قام فيها الأب مع أطفاله، وشو العملية المستفادة من أو شو الدرس المأخوذ من هذه العملية؟ نعم، أثبتت الدراسات بأنه مشاركة الأهل لأبنائهم في التعلم يعمل على زيادة دافعية تعلم الأطفال وتشجيعهم على التعلم، خاصة بما يتعلق بالحساب والرياضيات. فإذا لاحظنا أنه الأب خلال التقرير عمل على أنه يوظف الحساب في الحياة، فكان على شكل لعبة للأطفال، ما حسوا أنهم ضمن إطار مدرسي أو داخل إطار مدرسي. فهي إحدى الألعاب التي يتم توعية الأهل فيها من خلال مبادرة جميل. القراءة والحساب في الموارد التي يتم توزيعها عليهم. فبالتالي الأب قام بلعبة التخمين، كم يوجد معي حبة شوكولاتة، فبالتالي الأطفال عملوا على أنهم يخمنوا كم العدد، وهذا نوع من أنواع التقدير اللي بنستخدمه في الحساب. نعم. إذا بدنا ننمي الحس العددي عند الطفل يجب أن نركز على العدد بالبداية، فالأب عمل على تنمية كثير من المفاهيم الحسابية بطريقة عفوية لم تشعر الأطفال بأنهم يتعلموا، وبالتالي نعم. علمهم على التقدير، علمهم على القسم، علمهم على العد، لكن بطريقة غير مباشرة. ولاحظنا كيف الأب عمل على تقديم التعزيز والتشجيع للأطفال بالتعلم بطريقة غير مباشرة، فبنهاية التقرير قام بتوزيع حبات الشوكولاتة عليهم وبالتساوي أيضا. فلا يجب أن نضع مواقف الحياة لكي يتعلم منها أبنائنا أو أطفالنا. فبالتالي العملية كلها التي تمت في التقرير هي عبارة عن عملية تعلم، لكن بشكل عفوي وبشكل غير إرادي، لم يشعر الطالب أنه ضمن ضغط المتابعة والتدريس. نعم. فاستفاد هون من العطلة الصيفية بأنه خلال موقف بسيط استطاع نعم. الأب أن يدعم أبنائه ويتعلم عديد من مفاهيم الحساب ومفاهيم الرياضيات من خلال موقف بسيط. جميل. طب ستنا، هلا نحن كنت تحكي عن زي ما شفنا الفيديو عن لعبة بسيطة ممكن تنعمل مرة باليوم، قاعدة كثير بتدعم الأطفال بدون ما ينتبهوا مثلا انه هي عم بتعلموا، لا هي بشكل عفوي. بس ايش في كمان ألعاب ممكن يمارسوها بتلعب دور أساسي بتحسين وتعزيز مهاراتهم للقراءة والحساب؟ الحساب ليس مفصول عن الحياة، هو جزء نعم. من الحياة ومهم جدا في حياة الطفل. لا نستطيع الحياة من غير حساب، فكل مواقف الحياة التي نمر بها هي حساب. وأهم قيمة للحساب أنه أعمل على تنمية تفكير الطفل، كيف أنمي موقف وأنمي تفكير الطفل بنضعه داخل مشكلة بالمواقف الحياة، مواقف نعم. حياتي. فبالتالي إذا أنا عملت على تطوير تفكير الطالب من خلال المواقف الحياتية، يمكن أن أستخدم جميع المواقف الحياتية أثناء ذهاب للتسوق. يمكن للأهل أن يأخذوا الطفل معهم إلى التسوق ويقوم بعملية البيع والشراء. أثناء عملية البيع والشراء فيها جمع، فيها قسمي، فيها عد، فبالتالي الطفل يشعر أنه مسؤول عن تعلمه نعم. ويمارس الحساب بالحياة بشكل عام. أثناء دخول الأم للمطبخ ممكن أنها تصطحب أطفالها معها إلى المطبخ، فبالتالي الطفل راح يشوف يفرق بين الأوزان والكميات، أيهما أكثر أيهما أقل، علما بأنه كل المفاهيم الرياضية هي عبارة عن ردة فعل طبيعية من الله عز وجل للطفل. إحنا بنحاول نطورها وننميها إما كأولياء أمور أو كمعلمين نعم. فبالتالي أنا إذا عملت على تطوير هذه ردة الفعل الطبيعية من الله عز وجل للطفل صحيح. فتنمو وتستمر، فما بيكون المدرسي بمعزل عن الحياة. فالعطلة الصيفية ليس معزل عن المدرسة، هي مكملة للمهارات التي تعلمها الطفل في المدرسة نعم. فكثير من الألعاب إنه نحول جميع المواقف الحياتية التي يمر بها الطفل
إلى على شكل ألعاب. بسوى انه مثلا الام تحكي له او الاب يحكي لطفله انه بدنا نروح اليوم على المول، بدنا نروح على المؤسسه، بدنا نروح على السوبر ماركت، خلينا نجمع الاغراض اللي احنا بنحتاجها، نحسب كم نحتاج ناخذ معنا مصاري حتى نقوم بعمليه الشراء. جميل. فجميل جميع مواقف الحياه بامكان الاهل ان يستفيدوا منها ويستغلوها في تعليم الحساب. لما للحساب من اهميه في حياه الطفل، فبالتالي هو ليس فقط للحياة، أيضا هو أساس العلوم الأخرى. إذا الطفل بده يتعلم بالعلوم الأخرى وأطوره بالعلوم الأخرى والمهارات الأخرى، يجب أن أعلمه الحساب. جميل. وخاصة العد، وأهم مهارة فيه هو الحس العددي. يشعر الطالب أو الطفل بكمية العدد، بقيمته، بحجمه، لأنه هذا الحس العددي أو العدد هو الأساس في تعلم الحساب. نعم. والحساب هو الأساس في تعلم العلوم الأخرى، وهو الأساس في تعلم المهارات الحياتية الأخرى. فالحساب جميل. جزء من حياتنا، ما بنقدر أنه نفصله عن مواقف أكيد. الحياة. نعم. طب انتم كوزاره التربيه والتعليم يعني بشكل عام دائما بتدعموا المبادرات، يعني بتعملوا مبادرات صحيح. لتوعيه الاهل وايضا توعيه الاطفال عن طريق اهلهم، صحيح؟ نعم. فخلال العطله الصيفيه شو بتحبي انت يعني تقدمي نصيحه للاهل لحتى يقدروا يوعوا فكر طفلهم؟ بالبدايه دور وزاره التربيه والتعليم ومبادره نعم. القراءه والحساب، عملت مبادرة القراءة والحساب على تفعيل دور الأهل وتغيير الآلية والطريقة التي يدعم فيها الأهل أبنائهم. كانت المتابعة عبارة عن أنه الطفل يحضر شنطته وشو أخذت اليوم، لا، الآن صار دور الأهل داعم من المنزل. في أثناء الدوام أو أثناء الدوام المدرسي يتم عقد 4 اجتماعات. هذه الاجتماعات يتم فيها مع الأهل، يتم فيها توزيع مجموعة من الموارد لمبادرة القراءة والحساب. الموارد تحتوي على كثير من النصائح التي تقدم للأهل. كيف تدار هذه أو كيف تصل هذه الموارد للأهل؟ من خلال الاجتماعات الأربعة، ويتم جلسات نقاشية ما بين المدرسة والمعلمين وبين أولياء الأمور. فالعلاقة تشاركية، المدرسة تقوم بتقديم الدعم لأولياء الأمور، كيف تدعمون أبناءكم من المنزل في تعلمهم، كيف تطوروا المهارات. فهذه الموارد، مجموعة من الموارد، 4 موارد، هذه الموارد تقدم النصائح إلى الأهل، تتم من خلال الاجتماعات الأربعة. عدا عن أنه يومين من ضمن برنامج مشاركة الأهل، اليوم المفتوح الأول ويتم في الفصل الأول، يتم فيه مناقشة كثير من القضايا وكيف الأهل دورهم في تعلم أبنائهم وتقديم دعم أبنائهم. واليوم المفتوح الثاني يتم فيه توعية الأهل بخصائص النمائية للأطفال. جميل. الأطفال بحاجة إلى طريقة واستراتيجية حتى إحنا نقدر على تعلمهم، فيتم تثقيف الأهل، توعيتهم، وبالطرق أو بالطرائق المهمة في تقديم الدعم لأبنائهم. جميل. أيضا تقوم المبادرة بإرسال رسائل نصية، وأنا من هذا المنبر أوجه للأولياء الأمور، خذوا هذه النصائح أو هذه الرسائل بجدية، لأنها تحتوي على نصائح تذكركم كيف تتعاملوا مع أبنائكم أو كيف تقوموا بتقديم الدعم المستمر لهم في التعلم. جميل. يعني احنا بنعرف الكلمة ممكن بتأثر بالطفل، التصرف اللي بيقوم فيه الأهل كمان. قديش حلو ان انتم قاعدين تعملوا اجتماعات وتذكيره، زي ما ذكرتي شيء جدا مهم اللي هو التوعية، كيف توعية للأهل كيف يتعاملوا ببعض المواقف مع أولادهم، بخصوصا بالمراحل نحكي الأساسية، عشان لما نحن بنتعامل صح من ورجيهم الدراسة ولا القراءة ولا الحساب بطريقة صحيحة، لما يكبر أو مثلا يوصل توجيهي أو غيره ما بيكون عنده خوف، أو هو زي هي رد فعل عكسي بالنسبة للدراسة، بتلاقي آلية التعلم وحبه للتعلم بصير من وجهة نظر تانية، يعني بصير بحب يتعلم عشان في نشاطات، في أمور زي ما تفضلتي حضرتك بتحكي بشكل عفوي بتصير صحيح. وعفوية، فبتلاقيه بصير يحبها وبتنمي الذكاء عنده، صحيح، بتلاقيه بصير يحسب أكثر، يعمل أكثر. حتى ممكن زمان، ممكن إحنا وآبائنا بتلاقيهم ما كانوا يستخدموا الآلة حاسبة كثير، هلأ إحنا كل إشي على هالتليفون، احسب لو حتى عدد صغير، تلاقيهم بيحسبوا أرقام أو ممكن يطلع ورقة وقلم.
صحيح. يعني هاي نحن كنا نشوفها يعني، ففعلا أشياء بسيطة أو ممارسات يومية بتنمي أكثر للطفل يعني. صحيح أستاذ، لأنه إذا عملنا على أنه الطفل يستخدم أكثر من استراتيجية في الحل، وأنا شجعته وطرحت عليه أسئلة كيف تعاملت مع هذه الأرقام، ببني ثقة عند الطفل في الحساب. نعم. بطل يخاف من الأرقام، بصير يحللها ويركبها، وهذا ما يسمى عندنا بتلاعب الأعداد. فبصير الطالب عنده ثقة بالتعامل مع الأعداد، بيحلل العدد، بيركبه، بيحاول يصل إلى استراتيجية خاصة فيه بالوصول للحل. جميل. دور الأهل هون إنه أنا دائماً أطرح على الطفل سؤال، كيف عملت هيك؟ كيف الإيجابي؟ كيف حصلت على هاي الإيجابي؟ فالطفل بالتالي بعطيه الطريقة التي فكر بالوصول للحل فيها. جميل. دوري كأهل أشجع الطفل. أحيانا أنا من الواقع يعني أمهات لما ألتقي فيهم بيحكوا لي صرنا نتعلم استراتيجيات جديدة في الحساب من خلال طرق تفكير أطفالنا. نعم. فبالتالي بيكون عند الطفل أكثر من استراتيجية، وحتى أنا أنمي هذه الاستراتيجيات أو هذه المهارات يجب. نعم. أن أركز على العد، تلاعب بالأعداد وحل المسألة. نعم. وحل المسألة ضروري جدا. حل المسألة هو عبارة عن مشكلة بطرحها على الطفل، وهي مشكلة حياتية. نعم. تمام؟ أنا معي 15 أو معي نصف دينار. نعم. بدي أوزعها عليكم أنتوا الاثنين الإخوان، كم نصيب كل واحد بالتساوي؟ الآن أنا هون علمت الطفل قسمي، علمته العدل، علمته. نعم. وممكن يعطيني الطفل طرق مختلفة للوصول للحل. ممكن يحكي أنا بفك 5 عشرات، بعطي أخوي 10 و10 و10 و10، بظل معي 10 بقسمها نصفين، فكل. نعم. واحد باخذ 25. ايضا استاذ خلينا ناخذ استخدام النقود. كأهل ممكن انا استفيد من استخدام النقود لتنميه هاي المهارات الموجوده عند الطفل. نعم. انه الدينار كم فيها؟ صح. نصف دينار كم فيها قرش؟ كم فيها 10؟ معك نصف دينار بدك تشتري ب20، كم يبقى معك؟ حتى بتساعده بحياته اليوميه. تمام. هاي صحيح، اشكرك. هاي كلها مواقف حياتية وكلها حل مسألة. جميل. حتى أعلم الطفل يجب أن أضعه في مشكلة ويبحث عن حلول للمشكلة. فأنا ممكن كل المواقف الحياتية أجعل منها مسألة للطفل يحلها. نعم. تمام؟ حتى طفل رياض الأطفال مثل ما حكينا ببداية الحديث إنه هذه ردة فعل طفل، ردة فعل طبيعية. نعم. للطفل. إذا بتشوف طفل عمره 5 سنوات بيطلع على الدرج، شو بيعمل؟ بصير يعد لحاله تلقائيا. صح. لما تعلم العد من وين؟ لأنها هي موجودة فطرة عنده. العد عند الطفل فطرة، المقارنة وين الأكثر وين الأقل هاي فطرة. تمام. جميل. ايضا اذا الطفل وضعته في حل مشكله او بحث عن حلول. نعم. للمشكله ممكن تتطور عنده مهاره الحساب اكثر، ويصير يحسب حساب ذهني زي ما تفضلت. بنشوف. نعم. الاطفال الاذكياء جدا، يعني حتى بيطلعوا على البرامج يعني بيحسبوا المعادلات بطريقه جدا سريعه، فهذا اكيد بيعتمد على الشيء اللي بتحكي عنه انه هو بنمي فكر ابني من انه هو طفل صغير. طيب خليني بدي اسلط الضوء شوي، قد ايه حكينا عن الطفل وقديش حكينا عن الاهل، خلينا شوي نحكي عن المعلم. المعلم له دور بتطوير فكره الطفل. طيب المعلم هو الاساس. نعم. تمام. وهو الذي يقوم بتنمية هذه المهارات. الأهل كما مثل ما حكينا مكملين ويقدمون الدعم من المنزل. نعم. لكن المعلم هو الذي يعمل على تطوير هذه المهارات، وخضع جميع المعلمين لاستراتيجيات. نعم. جديدة في تطوير هذه المهارات، تطوير الحس العددي، تطوير العدد، التلاعب بالأعداد، وهذه المهارات وحل المسألة. هذه المهارات تحتوي على كثير من الاستراتيجيات يتم تنميتها للطفل في داخل الغرفة الصفية. فالمعلم الآن على وعي تام وبيقوم بممارسات عملية داخل الغرفة الصفية تحاكي الحياة. نعم. تمام. نعم. فإحنا بنعلم الحساب من أجل الحياة، ما بنتعلم الحساب أجل أشكرك. إحنا بنعلم الحساب من أجل الحياة حتى الطفل يقدر يواجه مشاكل الحياة. صحيح. فأنا لما أعلمه على حل المسألة بعلمه طرق التفكير، على فكرة بعلمه كيف يفكر، كيف يلاحظ، كيف يستنتج، كيف يضع فروض لحل المشكلة. نعم. فبالتالي يصل إلى الحل بطريقته هو. هون الطفل بصير مسؤول عن تعلمه. أكيد. والمعلمين في الغرف الصفية يشجعون ويدعمون ويدرسون بهذه الاستراتيجيات. نعم. فهم كأنهم